الأعزاء، والانطلاقات أيضا تتواصل مع هذه الأشواط المنطلقة والتحديات التي تأتي شوطا تلو الآخر، حيث تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وانطلاقة أيضا الشوط السادس عشر من مجموعة أشواط الفترة الصباحية التي انطلقت بعد أشواط المساء بسبب ظروف الأجواء المناخية التي عمت أرضية هذا الميدان والأمطار التي فرح بها الجميع استبشارا بالخير الذي عم عاصمة ميادين السباقات. انطلق هذا الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل المنطلقة أمام حضراتكم في هذا الشوط وفي هذا الإبداع القوي. نتابع مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقة، ونسير أيضا مع بداية هذا الشوط. وفي المركز الأول هنا من تتواجد على المقدمة خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير بوجود الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري، من قدم أيضا هذا الاسم. المركز الثاني تاتي المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة مضمر الضبية أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يقدم أيضا هذا الاسم على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت أيضا كذلك مشاهدين الأعزاء زعفرانة من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون يقودها في عملية التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع، هذه هي تدخلت مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، وصلت ريان من هجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي كذلك متولي عملية التضمير. بينما المركز الخامس هذه هي تصل مشاهدين الأعزاء هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف يمعة بن عتيق الرميدي هجن العاصمة، تدخلت أيضا مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات وخلال أيضا هذا الانطلاق بوجود وانطلاقة أيضا زاهية من هجن العاصفة قيادة الهلالي يقودها في التضمير، تنطلق بالمركز السادس. المركز السابع تصل كذلك هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يمين الوهيبي، قيرت مباشرة إلى السادس لتكون سابعا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. تقدم ايضا على المركز السابع خلال هذه اللحظات زقل او الزاقل لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف بن محمد ال نهيان بقياده ايضا سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عمليه تضمير زقل. بينما المركز الثامن الله صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد يتولى عمليه التضمير. المركز الثامن هذه هي الدرعيه، وصلت الدرعيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب فيصل بن طالب بن شريب مضمر القرن يصل في هذه اللحظات، كذلك هجن الرياسه تتواصل بانطلاقه هذه النوعيات المنطلقه امام حضراتكم كوجود ايضا هناك غزيره لهجن الرياسه مع بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون يتقدم في المركز العاشر. هذه هي الاسماء العشر الاولى، ترقبوا اسماء خلف العشر المراكز الاولى، ياما من اسماء قادمه خلف العشر المراكز الاولى تنطلق في هذا الشوط تبدع بابداع قوي لايضا نيل كلمه الناموس في هذه الاجواء الممتعه، اجواء رائعه في ميدان الوثبه عاصمه الميادين، حيث تقدم ايضا مشاهدينا الاعزاء البرنامج المبهر والمرضي لمحبي هذه الرياضه في يوم الايداع رغم الظروف المناخيه التي واجهت ارضيه هذا الميدان، ولكن تقديم الشكر والتقدير لجميع اللجان العاملة في أرضية هذا الميدان على حسن التنظيم الرائع الذي عم جميع أشواط الإذاعة الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الصباح. على العموم على العموم على العموم هنا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نذكر أيضا بانطلاقة مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط الخاص أيضا بالأبكار المحليات، هذا الشوط خاص بالأبكار المحليات. الله يا سلام يا سلام، هناك زاهية من هجن العاصفة قياد الهلالي قياد الهلالي. المركز الثاني المسك المسك تحركت لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وصلت أيضا أريام 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 هجن الرياسة بقيادة سيل بن أحمد بن دري الفلاحي
جدير المضمرين، جدير المضمرين، متواصل بانطلاقة اليوم في هذا الإبداع. سجل حضور في هذا المساء في أحد الأشواط الماضية، ولكن يقدم اليوم، ولكن الله الله هنا اتصل أيضا صواب، صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمد بن راشد آل مكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد. هملولة، هملولة، وصلت هملولة لهجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي. كذلك أيضا تتقدم مشاهدينا الأعزاء زقل، زقل على المركز السابع في هذه اللحظات، وصلت إلى السادس زقل لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف بن محمد آل الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. هجن أيضا مشاهدينا الأعزاء، بدأت تقدم كذلك في هذه اللحظات مياسة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس اللي نبي يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هنا الزعيم ايضا يتقدم، زعيم المضمرين، هجن العاصمة، هجن العاصمة قادمة لا محال عن التنافس مهما كانت الظروف، ولكن العودة الى مقدمة الشوط. الله الله، زاهية زاهية، وهي زاهية بالمركز الاول لهجن العاصمة. قياد الهلالي الكيلومتر الاخير، يا قياد الكيلومتر الاخير، طارت زاهية، طارت على المركز الاول، طارت على الصدارة، بدأت بالانطلاق اليوم. حضور قوي لهجن العاصمة في هذا المساء بانطلاقة هذه النوعيات التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء بأرضية هذا الميدان لتكون على قوة واستطاعة لنيل كلمة الناموس. سوف تكون أيضا قوية للغاية أيضا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. وهجن الرئاسة، هجن الرئاسة تحركت، هجن أيضا للهجن التراثية تأتي في المركز الثالث. الموقف خطير، الموقف خطير، زاهية زاهية، زاهية على المركز الأول. هملولة، 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 وصلت هملولة، وصلت الرئاسة العاصمة، العاصمة، الخمسمائة متر الأخيرة، خلاص ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل، العاصمة، الرئاسة، قياد الهلالي، الظافر، الظافر قادم مع هملولة، وزاهية على المركز الأول، زاهية على الصدارة، العاصمة وهجنة، قياد الهلالي يطير بناموس هذا الشوط، الرئاسة، الرئاسة، هملولة، زاهية، هملولة، زاهية، قياد الهلالي، بولي مايل، بولي مايل، مع أيضا هملولة تنطلق في الأمتار الأخيرة، زاهية، زاهية، هملولة، زاهية، هملولة، الرئاسة، العاصفة، قياد الهلالي، الظافر، قياد الهلالي يطير بناموس هذا الشوط، مع زاهية، مع زاهية، تنطلق في الأمتار الأخيرة، تنطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة ولملكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. شكرا قياد الهلالي. المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة مع علي بن مي الوهيبي. ثالثا كان وصول المكسر سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان. ورابعا اليوم لهجن الرئاسة. خامسا لهجن العاصفة. ما شاء الله، تحدي وإثارة، انطلاق أيضا حتى الأمتار الأخيرة. حصباها أتت في المركز الخامس لهجن العاصفة مع قياد الهلالي. ما شاء الله، تنافس قوي، تحدي مثير وشريف للقاية حتى الأمتار الأخيرة. زاهية زهت بناموس هذا الشوط بعد المنافسة القوية التي أتتها من هملولة لهجن الرئاسة، ولكن استطاع قياد الهلالي أن يحضر أيضا حضور موفق مع زاهية باختطاف نقطة هذا الشوط مهدية هذا الفوز والانتصار أولا لمحبي هجن العاصمة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. 9 دقائق، ثانيتين، 4 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني خلال 6 كيلومترات. هملولة أتت في المركز الثاني، فاجأتنا بدخولها القوي وبمنافسة قوية كانت أيضا مع انطلاقة هملولة لهجن الرئاسة. 9 دقائق، ثانيتين، 9 أجزاء من الثانية. شكرا يا أبو اليمايل علي بن يمي الوهيبي من قام أيضا بتقديم هذا الاسم منافسة قوية حتى الرمق الأخير. المركز الثالث كان الوصول أيضا من المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. 9 دقائق 8 ثواني، 9 أجزاء من الثانية. شكرا مضمر الضبية أحمد بن خلفان بالسائق المزروعي. شكرا.